له القبر. فاستمع إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، مادين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار، أخرجوا أنفسكم، وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب، فتهرب في البدن تتفرق ويشح بها الإنسان. يقال: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ عند موتهم. يوم موتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا يأتي شخص ويقول: إننا لو حفرنا القبر من بعد يوم أو يومين لم نجد أثرا للعذاب. نقول: هذا لأنه أمر غيبي، على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده، ربما يطلع عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. من أنكر عذاب القبر بعد أن علم أنه ثابت بالكتاب والسنة فهو مكذب لله ورسوله، ويكون والمكذب لله ورسوله كافر.